اهلا وسهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات الكرام في حلقه جديده من برنامج قيم كتابيه منسيه وحلقه اليوم هنناقش فيها موضوع حيوي جدا لكل اسره لانه بسببه بيوت كتير اتدمرت او على الاقل تفككت من الداخل موضوعنا اليوم هو عن النكد او القتل الابيض وهنعرف راي الكتاب المقدس عن هذا الموضوع معانا الاسيس وجدي اهلا بيك يا اسيس اهلا بيكي مريم منورنا شكرا حبيبتي أسيس في البداية ذكرنا أن النكد اللي احنا عارفينه طبعا <applause> ليه اسم تاني وهو القتل الأبيض صحيح. عايزين نعرف إيه هو القتل الأبيض آه ده مصطلح ها. ده مصطلح لأن القتل الأبيض احنا عارفين أي قتل ليه عقوبة جنائية مظبوط سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ بيبقى ليه عقوبه جنائيه لكن في النكد ليس له عقوبه جنائيه م. النكد جريمه ليس لها عقوبه قانونيه ده ازاي اه أتفضل عشان كده بنسميه ابيض لان م. القانون ما بيحاسبش عليه م. ممكن واحد ينكد على مراته او زوجه تنكد على زوجها م. هل يقدر واحد يروح يقول للمحكمه مثلا انا قتلتها عشان نكديه أو ممكن العكس كمان ممكن الدولة تقول لشخص ما أنت قتلت جوزك بالنكد يبقى نحاكمك؟ لا مستحيل ما بيحصلش وعشان كده دي جريمة ولكن لا يعاقب عليها القانون فبنسميها قتل أبيض. دي فعلاً حاجة خطيرة إن يكون في حاجة زي كده وما لهاش عقاب يعني كمان بتزيد طيب حابين نعرف يا أساس إيه رأي الكتاب المقدس في موضوع النكد؟ <applause> الكتاب المقدس بيتكلم عن الموضوع ده لأنه فعلا من المواضيع المهمة يمكن مم. الناس ما بتتكلمش عنه كتير في وعظاتنا في دراستنا لكن الكتاب بيتكلم عنه مم. هنقرأ بعض الآيات تعالي مثلا نشوف وهنقرأ ثلاث آيات من سفر الأمثال أنا بس اخترت ثلاث آيات لكن في كتير في كتير قوي هنقرأ أول مثل في أمثال 21 9 بيقول الحكيم: السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. يعني إيه السكنة في زاوية السطح؟ السطوح زمان البيوت زمان كانت بيوت فقيرة جدا جدا ومنها للشمس أو منها للمطر. فيقول إن الراجل عنده الأفضل ليه إن هو يقعد فوق السطح. يبات تحت الشمس في النهار أو تحت المطر مم. ده أحسن له من إن هو ينزل تحت يقعد مع امرأة ويقعد مع امرأة نكدية مخاصمة مم. ليه؟ ليه؟ لأن المرأة المخاصمة أو النكدية بتخلي مم. البيت حريقة صحيح حريقة حريقة مفيش سلام خلاص مم. وكمان الأولاد بيتعلموا إزاي ما يحترموش ولديهم لما بيكون في نكد مم. وكمان صوتهم بيبقى عالي فبيبقى الجيران كمان عارفين مشاكلهم وقيمتهم الاجتماعيه بتقل عشان كده الشخص اللي عنده زوجه مخاصمه احسن له يطلع فين؟ السطح يطلع السطح <تصفيق> 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 ماشي يعني دي مش نصيحه يعني بس <applause> الكتاب بيقول خطوره النكد بالنسبه للانسان ايه؟ الايه الثانيه موجوده في سفر الامثال 12 وعدد اربعه وبيوصف هنا بين نوعين من الزوجات النوع الأول المرأة الفاضلة تاج لبعلها يعني لزوجها المرأة تاج لو فاضلة العكس بقى أما المخزية فقى نخر في عظامه مم. نخر عارفة يعني ايه النخر زي السوس كده شفتي شجرة كبيرة فجأة تروح وقع أهي دي بيبقى السوس ضربها من تحت السوس ده عمله بطيء بطيء بطيء, بطيء. لكن مؤثر النكد عامل زي السوس ده النكد بياكل في الحياه بيهد الجسم بيهد الروح بيهد العلاقه وفجاه تلاقي الشخص سقط مم. تلاقي شخص وقع وكل ده بسبب حاجات صغيره احنا مش واخدين بالنا منها نقول انا عملنا حاجه مم. اه النكد ده حاجه اكيد النكد ده حاجه حاجه كبيره كمان. حاجه حاجه كبيره جدا مم. جدا نشوف الحاجه الثالثة المثل أو الآية الثالثة موجودة في أمثال 27 عدد 15 و16 بيقول الكتاب الوكف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة سيان من يخبئها يخبئ الريح ويمينه تقبض على زيت <متحدث> آه. 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 <متحدث> آه. <حكيت> الايه دي صعبه شويه مش <متحدث> مفهومه الوقف و ماشي لنا شويه اه ايه حكايه الوقف دي؟ الوقف ده بيوت زمان احنا عارفين انها في فلسطين كانت بتتبني من الطين صح. فكانوا بيعملوا السقف عباره عن ايه؟ جريد النخل <مم> أو اول عيدان يجيبوا كده عيدان زي البوز زي اي حاجه ويطلوها بالطين فلما تيجي المطره الشديده كانت في بيوت آه ضعيفه ما تقدرش تشيل كل المطر اللي بينزل عليها مم. فيبتدي السقف يعمل ايه ينقط ينقط, ينقط. ده الوقف بقى مم. ها ده الوقف النقط اللي نازله دي النقط اللي نازله فممكن المطر يقف بس لسه السقف بيعمل ايه ينقط. يفضل ينقط يفضل ينقط مم. اللي تحت طب ما الدنيا خلصت ما فيش مطر مم. ولسه برضو بتعمل ايه بتنقط, بتنقط. ده الوقف بقى فيبقى حاجه مزعجه لا هم قادرين يناموا ولا قادرين يسيبوا البيت ولا عارفين يخرجوا الوقف ده بيوقف حياتهم بيقول النكد زي كده بقى في مشكلة مم. المشكلة دي حصلت حلينا المشكلة بس لسه النكد شغال صح النقط بقى صغيرة موجود مش التأثير وبس ماشي فاكر فاكر عملت ايه مم. فاكر اللي اصلا انا اه ماليش حد يدافع عني اصلا مش عارف ايه يا ستي ما المشكلة انتهت خلصنا بقى المشكلة المفروض انتهت ننهي توابعها لكن في ناس لا الكتاب هنا لما بيقولوا المراه المخاصمه عامله زي الوقف ده زي النقط اللي على تيك تك 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 كل خمس دقائق تدي كده ايه <applause> ابره إيه ماشي كل ساعه ما تنساش وتعيد وتزيد يوم يومين ثلاثه المشكله انتهت المطر وقف يا ستي ولسه النكد مخلص ولسه النكد مخلص اهو يقول بقى الست دية او المرأة المخاصمة دي تزعليش يا مريم احنا مش عارف في ايه بس امورة مش لكيش دعوة الموضوع ده بيقول هنا من يخبئها يخبئ الريح اللي بيخبئ المرأة دي كأنه بيخ... في حد يقدر يخبئ الريح صعب. ماشي بتفلت من ايده هو يا فين الريح ده هوا ما... ما, يتخباش ملهاش ضمان ملهاش امان وه... وهيتعب في الاخر من الريح دوت ويمينه تقبض على زيت ومين يقدر يمسك؟ مستحيل ماشي مستحيل مستحيل فهنا بنلاقي بنلاقي الشكل ده ما هو الا وصف للنكد اللي ممكن يحصل في البيت طب أسيس انا ملاحظه طبعا ان كل الايات بتتكلم عن الستات انه الستات بس يعني هي اللي نكديه ولا في كمان رجاله؟ لا يا ستي ما تزعليش مش <applause> الستات <applause> بس اللي الكتاب المقدس كمان بيذكر لا النكد ده ده طبع يعني اصل كل الايات اللي حضرتك قريتها بتكلم عن الست آه صحيح صحيح كل الايات اللي قريتها عن المراه المخصمة الشكسه الحرده مش عارف ايه كل الصفات دي بتتقال اكتر على المراه لكن في خلال الكتاب المقدس بنكتشف كمان ان الرجل ممكن يبقى نكدي مم. ازاي بقى ازاي بقى طبعا عايزه تعرفي برضه في سفر الامثال مم. سفر الامثال 11 17 بيقول ايه؟ الرجل الرحيم يحسن الى نفسه والقاسي يقدر لحمه. الرجل الرحيم بيحسن لنفسه مم. لان الرحمه اللي بيعملها للناس بترجع له. ماشي؟ ما يزرعه الانسان هي إيه هي إيه يحصد. لكن الرجل القاسي القلب النكا دي يقدر ينكد على لحمه. يعني ايه نكد على لحمه؟ لحمه اللي هو اهل بيته مم. اولاده زوجته قرايبه ما لحمه ها صح. فيقول هنا ان الرجل القاسي بيبقى سبب نكد وعكننه يدخل البيت مزعبر بره البيت يضحك ويهزر والضحكه والنكته وكل حاجه جميله وفجاه الوش يتغير 180 اول ما يدخل البيت, البيت يبتدي العكننه ويبتدي الصوت العالي ويبتدي يكسر ويبتدي يشخط ويبتدي يعصب الدنيا من غير داعي هكون النتيجة إيه؟ هكون النتيجة إن اللي بيعمله بيتعب غيره كمان ففي رجالة نكدية؟ آه في تاخدي مثل تاني؟ طبعا قلنا <applause> ثلاثة <applause> <applause> على الستات نقول ثلاثة على الرجال على قد ما أقدر ماشي شمعون ولاوي شمعون ولاوي دول أولاد يعقوب أولاد يعقوب حصلت مشكلة مع أختهم دينا فحبوا ينتقموا من كل اهل البلد، راحوا قتلوا كل الذكور اللي في البلد، فيعقوب خاف وقال لهم ايه قويه قوي. قال لهم في تكوين 34 30، فقال يعقوب لشمعون ولاوي قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض الكنعانيين والفريزيين وانا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فابيد انا وبيتي. قدرتماني يعني ايه؟ أكننتوا عليا تصرفاتكم كانت غلط فيها حماقة أنا شخص قليل أنتوا أبدتوا ذكور مدينة كاملة ها؟ طب ما دلوقتي الناس هتتجمع حواليا الناس هتتجمع حواليا وينتقموا مني ومنكم فده غباء اللي عملتوه كان سبب نكد وتجدير ليا ولأسرتي شوف الحاجة الثالثة. واحد بقى نكدي ومش نكدي بعقل بغباء كمان اسمه نبال اللي هو زوجته كانت ابيجايل وفي القصه دي ماشي الزوجه هي الحكيمه والزوج هو الغبي ماشي عشان ما حدش بقى يقول لا ضد الستات لا لا الكتاب بيقول الحقيقه دايما الزوج كان غبي جدا داود كان بيحرس له المرعى بتاعه وبعد وقت قال له ابعت لي انت في عندك احتفال لجزء الغنم ابعت لي بركه يعني بعت لي من الهديه من الوليمه اللي انت عاملها راح قال له قد قصر العبيد الذين هربوا من اسيادهم اعطي خبزي ومائي لعبد هارب وابتدى يقول كلام قاسي لداود داود قرر ينتقم منه اللي عرفت مين ابي جايل طلعت بسرعه وصلحت المشكله لكن هنا بيوري ان غباء الانسان ممكن ينكد على اهله ايضا طب قسيس ايه هي الطرق اللي الانسان ممكن يعملها تعتبر نكد لا فيك حاجات كتيرة أوي قوي في حاجات كتيرة م. الغضب والعصبية بدون سبب خلاص على طول الإنسان يبقى عصبي متنرفز ده نكد طب في سبب لا ما فيش سبب خلاص يبقى ده إيه نكد م. ممكن النكد كمان يبان في إيه في الـ في البقع من غير من غير سبب يبقى الواحد قاعدة كده وعمالة تسح نازلة نازلة عياط عياط في إيه فيش حاجة طب في إيه مفيش حاجه طب بتعيطي ليه لا مفيش حاجه طب مفيش حاجه بتعيطي ليه <applause> ماشي مفيش حاجه طب مفيش حاجه في سبب خلاص فان البكاء بدون سبب ده ما هو الا نوع من النكد بيوتر كل البيت احيانا النكد بيظهر في طريقه الانقطاع عن الطعام ماليش نفس ليه ماليش نفس مش عايز اكل او الراجل يقول هاكل بره البيت طب تاكل بره البيت ليه كده ماليش نفس اكل في البيت ليه مالكش نفس تاكل في البيت انا عايز كده لا عايز كده ليه ما فيش سبب ما فيش سبب فدي كمان طريق بيظهر بيها الانسان ان هو بيحاول ينكد على غيره بيحاول يتعب غيره حاجه الرابعه ملامح الوش كمان بتخلي الواحد يظهر عليه النكد احيانا كده انت لو يبوزك ليه <applause> يعني ايه لو يبوزك مش بالطبيعه ها يعني دايما الست ممكن بتبقى جمالها في ابتسامتها صحيح. جمالها وحلاوتها مش في شكلها والمكياج و وا وا وا. أجمل حاجة في المرأة بالذات هي الابتسامة عندها، فالابتسامة دي بتديها جمال رائع قوي، فلما تكشر وتبوز وتبتدي قلبة كده ها، آه في نكد، بس مم. النكد ده أحيانًا كتيرة ما بيبقاش معروف إيه سببه. صحيح. طب حضرة الأستاذ دلوقتي مضطر نطلع فاصل، نرجع تاني. أعزائنا المشاهدين استنونا بعد الفاصل. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مره تاني حضره القسيس قبل الفاصل اتكلمنا عن بعض طرق النكد اللي الانسان ممكن يعملها فحابين نعرف ايه تاني كمان هل هناك من مزيد اكيد <تصفيق> <تصفيق> طبعا في مزيد كتير قوي ماشي يعني ممكن احيانا النكد بيظهر في صوره كلمات غامضه وحاجه بجد 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 ضيق قوي لما حد يقول لحد ايه انت زعلانه ليه حسب نفسك وانت تعرف يعني ايه تلقيح يعني آه آه لا ايه ما هو إيه اللي على دماغه بطحة يحسس عليها مم. يا سلام يقتل القتيل ويمشي في جنازته <applause> طب يعني ايه كل ده يا <applause> <مم. تصفيق> الكلام اللي هو ما بيديش معلومة مفيدة ده نكد ده نكد أحيانا كثير احنا بنضغط على اللي قدامنا بالنكد ده ونفضل نضغط نضغط واللي قدامنا هينفجر مم. عندك حاجة قوليها في حاجة مزعلاك قوليها في حاجة مزعلاك يا راجل قولها لازم يكون في شفافية لازم يكون في شفافية لكن اسأل نفسك مم. انت عارف اللي بتعمله مش عارف ايه اه ايه الكلام ايه ده معناه ايه مم. بندخل نفسنا في متاهات ملهاش معنى اهو دي طريقة تانية من النكد مم. طريقة تانية انهم في غرفة منفصلة أول ما يحصل شوية زعل كل واحد ينام في أوضة، الزوج في أوضة، الزوجة في أوضها، في أوضة تانية وخلصت الحكاية على كده ويفضل بالشكل ده أو حتى بتسيب البيت خالص تروح مروحة ما ده أسلوب من أسلوب النكد كمان. البخل البخل الإنسان البخيل بينكد على أهله يمكن هو بيفتكر إنه ما بينكدش لكن البخل لما يكون البيت ناقصه الاحتياجات الأساسية وحاسين ان هم يقدروا يعيشوا عيشه افضل مم. والاب مثلا او الام بخلانين على اولادهم او على البيت ده كمان نوع من النكد في حاجه وحشه بقى يا مريم كمان في النكد ماشي يا ريت اي حد بيسمعنا يخلي باله منها المعايره المعايره بالكلام دي مشكله واحد شاف زوجته تخنت شويه انت بقيتي عامله زي البفلو ماشي <تصفيق> <تصفيق> يا شيخه خسي انا بعرف ايه هنا في البيت؟ مم. عيب لا كلام صعب صعب مم. واحد ابنه جاب ملحق سقط في ماده يا ابو ملحق ما هو اكله ومرعى وقلت صنعه تقريع على طول على طول على طول مع ان الكتاب بيقول ايه؟ لا تغيظوا اولادكم مم. لكن التقريع ده والمعايره دي على طول وحشه قوي 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 اللي تقعد تقول الناس خابتها السبت والحد ومش خلي بالك انا مش بقول الكلام ده عشان حد يتعلم مني انا بقول عشان ما تقولهوش آه هو ده فعلا بيحصل في البيوت آه للاسف يعني طبعا انا مش بدي درس ازاي ننكد انا بدي درس ازاي نتجنب النكد فاللي بيقول الكلام ده لازم يخلي باله ان ده نوع وحش جدا جدا خصوصا بقى لما تيجي زعل بين الزوج وزوجته ونسمع الكلمه الشهيره كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك أو يوم ما اتجوزتك. بس اساس زي ما بنقول يعني إن البيوت ما بتخلاش من المشاكل. فهل إني لما بتحصل مشكلة في البيت يعني نعتبرها نكد؟ لأ. إنه لازم الإنسان بي بيتضغط برضه بيضطر يقول كلام. س سؤال كويس أوي. في فرق بين النكد وبين المشاكل العادية اللي بتحصل في البيوت. كل اثنين مع بعض أي اثنين بيتفقوا ويختلفوا. مش المشكلة إن احنا يحصل مشكلة. المشكلة ازاي نحل المشكله مم. والتكرار المشاكل كمان يمكن نعتبره مش لكن. المشكله في وجود المشكله المشكله في طريقه حلها مم. تمام ماشي المشكله مش ان انا وزوجتي نختلف او انا ازعق او تتغضب او هي تعمل حاجه نختلف مع بعض بعصبيه شويه مم. المشكله بنتعامل مع المشكله ازاي في ناس حكماء بيتعاملوا مع المشكله بعقل <applause> طيب حقك عليا انا اسف اتسرعت هي طب لا انا اللي اسفه اتسرعت والاتنين خلصوا انتهت المشكله في دقيقه في بقى هذا لازم اوريله ها انا بنت مين بنت مين طب هنكد وتفضل النكد تبقى المشكله تافهه وبسيطه وتستمر بدل ما تتحل في دقيقه تقعد اسبوع 10 ايام طب ليه؟ ماشي المشاكل الاسريه مش مشكله ابدا بس الحل طريقه معاملتنا مع المشكله هي اللي المفروض تكون صح طيب اساس حابين نعرف ايه خطوره النكد؟ ما هو زي ما قلنا في البدايه قتل ابيض م. ماشي عباره عن تحطيم للنفس الانسان اللي بينكد واللي بيتنكد عليه م. بس اكتر طبعا اللي بيتنكد عليه ففي امراض جسديه امراض نفسيه وامراض اجتماعيه م. الامراض الجسديه حدث ولا حرج ارتفاع في ضغط الدم عصبيه ماشي جلطه <applause> جلطه واحيانا من النكد في ناس بتموت لانهم ما بيحتملوش الغضب الزياده الادرينالين بيعلى يروح موقف القلب تبقى مشكله وفي بعض الحالات حصلت لا حاجه زي كده بسبب النكد طب ليه الاخطار الثانيه النفسيه توتر العصبي الاكتئاب آه، الخلل الوظيفي للمخ م. ها طبعا الضعف العام والارهاق كل ده بيبقى حق اساسا دوافع نفسيه Okay. بيجي نتيجه وجود اسباب نكد فالانسان مش لاقي السلام في حياته فبيعيش في هذا التوتر الدائم اللي بيسبب له المشاكل النفسيه دي mm. الحاجه الثالثه المخاطر الاجتماعيه النكد بيكون ليه مخاطر وحشه جدا جدا على البيت mm. وعلى العلاقات الانسانيه عموما بيحصل انفصال جسدي ووجداني mm. انفصال جسدي ممكن يبقى اثنين زوج وزوجه قاعدين في البيت ويبقى كل واحد قاعد في مكان لوحده ولحاله وما بيتكلموش حتى مع بعض خلاص وممكن بتوصل ان الشخص من كتر قله وده مش عذر طبعا اللي انا هقوله مم. لاي حد انه يغلط بس بيبقى تاثير قوي انه ممكن مع النكد الكتير احد الطرفين بيضطر يعرف طرف ثالث عشان يلاقي معاه السلام ويلاقي معاه الهدوء اللي مش لاقيه في بيته وده طبعا غلط انا ما بديش عذر ولكن ما نضغطش على الناس لحد ما يغلطوا النكد بيعمل كده بيعمل كده وفي احيان كتيره طبعا النكد بيوصل للانفصال او للطلاق بين الاثنين طب فعلا حضره الاساس دي حاجه خطيره جدا يعني زي ما بتقول النكد يعتبر قتل فهل الكتاب المقدس بيقول لنا على علاج نقدر نمشي عليه عشان نتخلص من النكد طبعا لازم اول حاجه نعرف السبب في اسباب بتبقى اسباب نفسيه واسباب عضويه يعني في ناس مولوده كده عندها جينات الاكتئاب زياده شويه دول دول محتاجين انهم يروحوا لطبيب نفسي مش عيب مش عيب لو الانسان حاسس انه اوفر شويه في النكد وانه مش طبيعي وانه كل حاجه بيعملها اكبر بيديها حجم اكبر من حجمها يروح لدكتور نفسي ويساله والدكتور النفسي شغلانته ان هو يساعد الناس دي فمش عيب لازم نعرف السبب في الاول <applause> لازم نعرف سبب ليه احنا بننكد او ليه النكد بيحصل ممكن يكون النكد بسبب حاجات دفينه غير ملباه وللاسف الكثير احنا في مجتمعنا الشرقي محافظين شويه لدرجه ان المشاكل بتبقى موجوده وبنخبيها مثلا ممكن النكد يكون بسبب عدم اشباع جنسي بين الزوج والزوجه او اشباع عاطفي مفيش الحب ومفيش التقدير فبكون النتيجه انه بيطلع ازاي إن بيطلع ده في صورة نكد وعصبية ونرفزة غير مبررة، وفي الحقيقة المشكلة المشكلة نبعها إن في إحتياجات جوه الإنسان حاسس إنها لسه ما طب حضرة الأسيس يعني إحنا عارفين إنه في مجتمعنا مجتمع محافظ شوية، فصعب إن إحنا نتكلم في مواضيع زي العلاقة الجنسية مثلا ما بين الراجل ومراته، إن إحنا نتكلم مع حد تالت يعني فالمفروض نعمل ايه؟ شوفي شوفي اخفاء المرض لا ينكر وجوده ودي حقيقه كون ان احنا نقول كل حاجه تمام ده معناش مش معناها ان ما فيش مرض فاذا احنا ما تعاملناش ووقفنا العادات بتاعتنا اللي بتدمر حياتنا في عادات كويسه احنا بنعملها وفي عادات تانية لا من ضمن العادات الوحشه اللي احنا بنعملها ان لا ده عيب نتكلم فيه مين قال انه عيب نتكلم عن العلاقات وعن المشاكل اللي بتحصل الجنسيه والعاطفيه اللي بتحصل بين الزوج وزوجته ونسال ناس متخصصين يقدروا يساعدونا ده مش عيب العيب ان احنا نسكت العيب ان احنا نقول كل حاجه تمام وتحت الرماد ده في نار ولعه تحت ده هو الغلط كله في حاجات تانية في مثلا بتبقى النكد سبب موروثات حاجات الطفل الواحد بيبقى واخدها من الطفوله بيكبر بيها بيطلعها في صوره غير مباشره على الزوج او الزوجه او الاولاد احيانا بيبقى التاثير الاجتماعي الاب لما بيتشاجر كتير بياثر على اولاده فالنكد بيزيد مع الاولاد لما هم كمان يتزوجوا فلازم نعرف الاسباب دي كلها لازم نعرف ولا لها حل ولازم نعرف حقيقه مهمه ان النكد لن يحل المشكله بل هيزودها النكد لا يحل المشكله بل يزيدها تعقيدا تمام ماشي فكن ان انا انكد ده مش حل مم. بالعكس ده انا بزود الطينه بله زي ما بنقول مم. اخر حاجه اخر حاجه خلي الرب يسوع يملك على حياتك امين يملك على قلبك يملك على بيتك وهو وعد وقال على لسان بولس الرسول مم. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع سلام الله الذي يفوق العقل ولما سلام الله يجي الروح القدس يشتغل خلاص الحياة تتغير يجي حاجة بقي اسمها ثمر الروح اللي قال عليها بولس الرسول أيضا وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان تعفف كل الحاجات الحلوة دي كل الحاجات الحلوة دي هتيجي في الانسان لما يقبل المسيح مخلص شخصي لي والنكد هيختفي امين أه اسيس يعني اذا احنا دعينا يسوع في حياتنا وخلينا هو الملك في بيتنا اكيد مش هيبقى في نكد بالتاكيد امين لانه هو رب السلام امين امين اعزائنا المشاهدين دلوقتي هنروح نسمع شعر من صديقنا اشرف ونرجع لكم تاني استبحنا الصبح قول يا اخي كلمه شكر وشك تكشيرة وعينيك مليانة حية طيب ليه؟ اهدى شوية هتاخد م الدنيا ايه؟ في وشك مية وحداشر وساعات قلب على 18 مرة مقلوبة ومرة معدولة وانت كمان يا ست تكشيرة في وشك من الأكل تسد النكد على الصحة مش تمام وابعد عن النكد يا إنسان واطلب الغفران وهد شوية يا ولية صلي انت وجوزك ليسوع فديك وفدية وتوبي توبة حقيقية وروح الكنيسة صلي شوية والنكد خصميه وبالحب النكد من حياتك اطرديه طبعا بنحب نشكر صديقنا أشرف على الشعر والكلمات الجميلة دي مشاهدينا نحب نذكركم إذا عندكم أي أسئلة أو أي تعليقات أو استفسارات تقدروا تبعتوا لنا على الإيميل أو البريد الإلكتروني اللي بيظهر على الشاشة استمتعنا بوجودكم معنا النهاردة وإلى اللقاء